مرحبا يا سادس، كيف حالكم؟ اليوم نكمل عن جسم الإنسان وتركيب جسم الإنسان. راح نبلش اليوم ونكمل عن الجهاز التنفسي. شو يعني جهاز التنفسي؟ مين يحكي لي شو يعني الجهاز التنفسي؟ هو جهاز يتم من خلاله تبادل الغازات في عملية الشهيق والزفير. هو جهاز يتم من خلاله وعن طريقه تبادل الغازات في عملية الشهيق والزفير. هاد يعني الجهاز التنفسي. طيب نحكي مع بعض، او سؤال هيك نسأله لحالنا، هلا احنا بنقدر نكتم نفسنا مس مدة طويلة؟ اكيد لا. ليه؟ لانه اذا حبسته رح يبطل الاكسجين يدخل للجسم، وممكن هاي العملية تؤدي الى الاختناق، تحديدا اذا حدا عملنا اياها من غير شر، الله يحميكم. تمام، يعني اذا حدا سكر نفسنا مدة طويلة ممكن نختنق، لان الاكسجين ببطل يفوت، رح يبطل يفوت ويوصل للدم ويوصل للقلب. تمام، ايش يعني جهاز التنفسي؟ حكينا ايش معنى جهاز التنفسي. ايش يعني التنفس؟ ايش يعني التنفس؟ التنفس هي عملية خلوية يحطم فيها الأكسجين المواد السكرية. عملية خلوية يحطم فيها الأكسجين المواد السكرية، فينتج من ذلك ثاني أكسيد الكربون والماء، وتنطلق الطاقة اللازم لإتمام العملية الحيوية المختلفة للجسم. تمام؟ مع بعض نتعرف على تركيب الجهاز التنفسي. برأيكم من شو بتكون جهازنا التنفسي؟ من شو بتركب؟ بالبداية الأنف، الفم، القصبات الهوائية، الرئة اليسرى، الرئة اليمنى، الشعب، الشعبتان الهوائيتان، هدول اللي بتفرع منهم القصبة الهوائية، الحجاب الحاجز، الحويصلات الهوائية، هدول مس الحمر. أين تقع الرئتين في التجويف الصدري؟ يعني هدول سهلين هيك. تمام، نيجي هون على صفحة 109. يتكون الجهاز التنفسي من الأنف والفم والقصبة الهوائية والشعبتين الهوائيتين والرئتين اليمنى واليسرى، ويوجد أسفل الرئتين عضلة الحجاب الحاجز. العملية اللي بتصير فيها التنفس عند دخول الهواء عن طريق الأنف يمر بالقصبة الهوائية في الشعبتين الهوائيتين ليصل إلى الرئتين، ثم يتم تبادل الغازات في الحويصلات الهوائية فيأخذ الأكسجين فيحمله الدم إلى القلب ومنه إلى أجزاء الجسم المختلفة. وعملية حركة أو العمليات أو الشهيق والزفير، عملية الحركة التنفسية تسمى الشهيق والزفير، هي العملية التنفسية اللي بتقوم، هي عملية الشهيق والزفير. تساعد الحركة التنفسية على دخول الغازات إلى الجسم وخروجها. الحركات التنفسية على دخول، إيش هم الحركات التنفسية؟ هي عملية الشهيق وعملية الزفير. تمام، نجاوب على الأسئلة مع بعض. ماذا يحدث للهواء في حالة الشهيق؟ أول إشي الشهيق هي حركة تنفسية. الشهيق حركة تنفسية تساعد على دخول الأكسجين إلى الرئتين، وهذه العملية بتزيد من حجم التجويف الصدري وتتسع الرئتين. هل هناك نوعين من الحركات هم الشهيق والزفير؟ الحركتين بيساعدوا على دخول الغازات وخروجها. شوفوا لاحظوا الغازات، ما حكى اكسجين وثاني اكسيد الكربون، لا غازات وخروجها من الجسم. في عملية الشهيق بيزداد حجم التجويف الصدري، بيكبر التجويف الصدري وتتسع الرئة فيدخل الاكسجين. اما في عملية الزفير يخرج ثاني اكسيد الكربون الى الخارج ويقل حجم التجويف الصدري.
نظرا لأهمية هذه الحركات التنفسية للجسم ينصح الأطباء بممارسة الرياضة بانتظام. لازم نمارس الرياضة بانتظام. ما أثر التمارين الرياضية أو ما فائدة التمارين الرياضية في معدل التنفس؟ ازدياد معدل التنفس لازدياد حجم حاجة الجسم للأكسجين عند القيام بمجهود مثل ممارسة الرياضة. يزداد معدل التنفس بزيد عنا لما أنا أعمل تمارين رياضية بزداد معدل التنفس، وهذا الإشي بسبب حاجة الجسم للأكسجين. بزداد معدل التنفس فالجسم بزداد حاجته للأكسجين بسبب المجهود اللي أنا عملته بالرياضة. تمام؟ إذا بدي أسألكوا هيك سؤال، من أين تتم عملية تبادل الغازات في الرئتين؟ مين يقول لي؟ في الحويصلات الهوائية. أين تقع الرئتين في التجويف الصدري؟ أين تقع الرئتين في التجويف الصدري أم البطني؟ هاي التجويف البطني وهي التجويف الصدري. تمام؟ مين يقول لي في التجويف الصدري؟ طيب، جهاز الإخراج الجهاز البولي. تمام؟ راح ناخد الجهاز البولي بس. هلأ إحنا بس ناكل وناكل وناكل، جسمنا بياخد حاجته من الأكل، كان من الأكل أو من الشرب ومن الهواء الذي إحنا بنتنفسه. يستفيد الجسم من الطعام اللي إحنا بناكله ومن الشراب اللي إحنا بنشربه ومن الهواء اللي إحنا بنتنفسه، لكن بضل عندي مواد جسمنا ما بده إياها ومو قادر يستفيد منها، وهاي المواد تسمى الفضلات، وبقاؤها بسبب الضرر للجسم، بسبب تسمم للجسم. تعالوا مع بعض نتعرف على جهاز الإخراج، الجهاز البولي والجهاز الجلدي، بس احنا اليوم بس رح ناخذ البولي. الجهاز البولي يمر الدم في رحلته بأجزاء الجسم جميعا، هاي عرفناها صح، ان الجسم او الدم بمر بكل الجسم. تمام؟ ليزوده بحاجته من المواد ويحمل ما تطرحه تلك الأجزاء نتيجة أنشطتها. كيف تخلص الدم من تلك الفضلات؟ حكينا بس بتذكروا أن الدم بيحمل الأكسجين والطعام بيوزعه على الجسم، وأيضا بيحمل ثاني أكسيد الكربون. حكينا في شرايين وأوردة، حكينا الشرايين للشي والأوردة للشي صح؟ وحكينا أنه تحمل الفضلات وثاني أكسيد الكربون عشان يتخلص الجسم منها. تمام. هلأ الجهاز البولي واحد من هاي الأجهزة اللي بتساعد على إخراج الفضلات من الجسم، بيعمل على تخليص الجسم من الفضلات السائلة. الجهاز البولي بيساعد على التخلص من الفضلات السائلة. تعال شو أجزاء الجهاز البولي؟ عندي الكلى تنتين، الكليتين، الحالب، المثانة والحالبان، هو الحالب والكليتين والمثانة، قناة بولية والفتحة البولية. تمام؟ نعيد، الكلية، الحالب، المثانة، القناة البولية والفتحة البولية. بدي أعرف فائدة كل واحدة منهم. إيش فائدة الكليتين؟ الكلية تنقي الدم من الفضلات السائلة التي تجمعت في أجزاء الجسم جميعها، تساعد على تجمع الفضلات من أجزاء الجسم جميعاً، بتنقيها ثم تطرح تلك الفضلات خارج الجسم على شكل بول. إذ يمر هذا البول عن طريق الحالبين، يعني الحالبين أنبوب يصل الكليتين بالمثانة، الحالب أنبوب